الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن حكم الغناء والموسيقى والطرب في الإسلام. هذا الموضوع شغل بال الكثير من الناس المتدينين الذين يخشون الله تعالى ويسألون عن الحكم الشرعي في الغناء والطرب. في عصرنا هذا اختلفت أقوال العلماء، خصوصا بعد أن دخلت الإذاعة المسموعة والمرئية، دخلت على الناس إلى بيوتهم وجذبت إليهم الكثير من الأغاني والموسيقات، وصاروا يستمعون إليها طوعا أو كرها. فماذا يصنعون؟ فئة من الناس رأوا بأن الحكم الشرعي أن الإنسان له أن يفتح أذنيه على كل أنواع الغناء والطرب وعلى كل ألوان الموسيقات، واقتنع بأن ذلك حلالا طيبا من طيبات الحياة التي أباحها الله تعالى. فئة أخرى من الناس يتشددون ويغلقون الراديو والتلفاز كلما سمعوا أي أغنية وأي موسيقى، ويقولون بأن الغناء مزمار الشيطان وله يصد عن ذكر الله، خصوصا إذا كان المغني امرأة، على اعتبار أن صوتها عورة. وهؤلاء يرفضون كل أنواع الموسيقات، حتى المصاحبة لمقدمات نشرات الأخبار. الموسيقى المصاحبة لنشرات مقدمات نشرات الأخبار أيضا مرفوضة. وفريق ثالث صار مترددا بين الفريقين، أحيانا ينحاز إلى هؤلاء وتارة ينحاز إلى الآخرين، ويبحث عن القول الفصل والجواب الشافي في الموضوع. لهذا نريد أيها الأحباب الكرام أن نبين حكم الشرع الإسلامي من خلال الكتاب والسنة حول حكم الغناء والطرب. إذا رأينا قول المانعين الذين يمنعون هذا الأمر، استدلوا بآية قرآنية وهي قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هذه الآية الكريمة قيل بأن الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود لما سمعها قال: والله إن هذا هو الغناء. لما سألوه عن حقيقة هذا الكلام، أن اللهو المباح أو اللهو ومن الناس من يشري لهو الحديث، قال: هو اللهو هو الغناء. لكن هذا لكي نفهم الآية القرآنية لابد أن نقف عند سبب نزولها. سبب النزول هو أنه كان رجل في الجاهلية اسمه النضر ابن الحارث، كان يرسل تاجر شاطر فنان، كان يرسله إلى بلاد فارس ويعود بحكايات وأخبار الفرس، يأتي بأخبار كثيرة فيقول لهم: يا معشر قريش، إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وتمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار الأكاسرة. ويبدأ يحدث عن الأخبار الماضية لكي يضلهم عن سماع القرآن.
وكان هذا الرجل أيضا يشتري القينات، يعني المغنيات الجميلات، وكلما وجد إنسان يريد أن يتعرف على دين الإسلام فيه ويبحث عن أين هو محمد يقول تعال إلي، فيدفعه إلى هؤلاء المغنيات ويقول لها أطعميه واسقيه وغني له، فيطرب الرجل فيقول هذا خير مما يدعوك إليه محمد. وكلما بدأ الصحابة يتحدثون عن أخبار القرآن يقول حديثنا خير من حديث محمد ومجلسنا خير من مجلس محمد. ومن ثم نزلت الآية القرآنية الكريمة ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هذا هو سبب النزول. فاللهو المذكور في الآية هو كل شيء يتلذذ به الإنسان فيلهيه، والمقصود به كل باطل ألهى عن الخير. فاللهو هو فيه الإضلال ويجعل الإنسان محروم مخذول من الهداية. لهو الحديث هو الأحاديث الملهية للقلوب الصادة عن جلب المطلوب، وهذا يدخل فيه الكلام المحرم من لغو وباطل وغيبة ونميمة وكذب وشتم وسب، ليس فقط الغناء، كل كلام يضل عن سبيل الله فهو متفق عليه بأنه غير مرغوب فيه. وبعض العلماء قالوا هذا الغناء قد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستعينون به على أشياء مفيدة. مثلا هناك ما يسمى بغناء العمال كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لطالما كانوا يغنون وهم يقومون بأعمال جماعية، مثلا في حفرهم للخندق كانوا يغنون، بل وكان النبي الكريم يستمع إليهم ويردد معهم ويجيبهم، فليس هذا فيه معنى أن الغناء حرام. مثلا مما كان يغنون به الصحابة رضي الله عنهم قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، قصة طويلة. فكان النبي الكريم يجيبهم ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان صلى الله عليه وسلم ينقل التراب ويرتجز، وكان يقول اللهم، كان يقول دعاء لله تعالى فيه أشبه بالغناء. وكان عبد الله بن رواحة كان شاعرا يرد عليهم فيقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وتبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. كلام طويل جدا كان الصحابي عبد الله بن رواحة الشاعر المعروف يرددها. وكان البراء بن عازب راوي الحديث يقول يمد صوته بآخرها، يعني كأنه يغني ويطرب الحاضرين. فهذا ثابت في عهد النبي الكريم، العمال والمجاهدون وأصحاب يقومون بمثل هذه الأشعار وهي من قبيل الغناء. بل أكثر من هذا، فإن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان هناك عرس أو كانت هناك أفراح كانوا يغنون، وكان النبي الكريم لا يمنع من ذلك. من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل بيته فسمع أمنا عائشة رضي الله عنها معها بعض البنات يغنون جميعا، فقال دخل أبو بكر الصديق فمنعهم من ذلك وقال أمزامير من مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب عليهم أبو بكر الصديق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركهم يا أبا بكر حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. هنا نلاحظ بأن أبا بكر الصديق انتهر الجاريتين، ولو أن بعض العلماء يقولون بأن الجاريتين كانت صغيرتين،
فلو كانت صغيرتين ما انتهرهما أبو بكر وإنما كان كبيرتين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم تعليلا فقال: يا أبا بكر، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة. وهذا يدل على وجوب رعاية تحسين صورة الإسلام لدى الآخرين وإظهار جانب اليسر والسماحة في ذلك. بل كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يؤكد في الأفراح وفي الأعراس أن يكون هناك غناء وله. لما عقد زواج في إحدى البيوت ودخل النبي الكريم فوجد الناس جالسين بدون طرب ولا لهو، فقال: يا عائشة، ما كان معكم من لهو، فإن الأنصار قوم يحبون اللهو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما وجد وجها أو وضعا هكذا كان يأمر بإظهار الفرح والسرور. حتى إنهم إحدى الزيجات قال: هل أرسلتم مع العروس من يغني لها في عرسها؟ فقالت أمنا عائشة: لا. فقال: يا عائشة، أرسلي معها من يغني. فلما كانت المرأة تغني تقول كلاما جافا، فقال: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلبعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم. أحاديث كثيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يكون فيها فرح وسرور وإظهار لهذه المناسبات السعيدة. لكن هناك بعض المحرمين الذين يحرمون هذا الغناء والطرب، ويستدلون إما بهذه الآية الكريمة التي ذكرناها، ومقصود أن له الحديث ليس هو الغناء، فكل كلام يضل عن سبيل الله حتى ولو لم يكن غناء فهو محرم. كل ما يضل عن سبيل الله قد يكون عبارة عن أحاديث تسيء للدين بأي شيء من الأشكال أو فيها الخوض من المتشابه، كل هذا محرم. ربنا لما قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني الذي يبتغي الفتنة ويخلط الأمور ويبحث عن الغرائب ويسيء إلى الدين، وكل هذا هو من الإضلال، ليس غناء، هذا مجرد حديث، ولكن ننطبق عليه معنى الآية لأن فيه الإساءة للدين، ليضل الناس بغير علم، ليضل الناس بغير علم، فالذي يضلهم هكذا هو المحرم. وقد قرر علماء الشريعة أن الأصل في الأشياء الإباحة، فربنا قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهنا تستوقفنا حديث نبوي شريف أيضا يستدل به المحرمون، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكنن من أمة أناسا يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف. فقالوا هذا شيء كان حرام فصار حلال، لكن العلماء قالوا هذا فيه دلالة الاقتران، يكون الموسيقى والغناء حرام إذا اقترن بالشرب وبالاختلاط وبالعري، لأن هذا يصور لنا مشهد كازينوهات فيها اختلاط وفيها فحش. لا يكنن من أمتي أناس يستحلون الحير والحرير والخمر والمعازف. فالعلماء قالوا بأن الخمر محرمة والنساء محرمين والعري محرم، ولكن إذا اقترن كل هذا صار الغناء محرما. فالغناء ليس كله له، هناك غناء من كان فيه معاني طيبة، هناك غناء الذي يروح عن نفس الإنسان ويقويها على طاعة الله، هناك غناء ربما يتغنى بالأمجاد، يتغنى بالقيم الإنسانية، يتغنى بالقيم الوطنية، يتغنى بالعواطف النبيلة. كل هذا ليس فيه مانع، بل هذا فيه نوع من الذي يؤدي إلى المزيد من الشوق، إما الشوق إلى الله. هناك أغاني دينية وأناشيد ربانية تهيج الشوق إلى الله تعالى،
ومن الصلحاء من اتخذوها وسيلة لتنشيط عزائمهم وإثارة أشواقهم. فهناك هناك من يكون فيه دافع للمزيد من الإيمان واليقين. ومن حيث روح الإسلام وقواعده فإن الغناء هو من طيبات الدنيا التي تستلذها الأنفس وتستطيبها العقول، خصوصا إذا كان فيه معاني وقيم حسنة، لأن الطعام الهنيء هو لذة المائدة، والأذن لذتها السماع، والمنظر الجميل لذة العين، والرائحة الزكية لذة الشم. فربنا عز وجل وضع طيبات في هذه الدنيا تستلذها الأنفس. وإذا كان هذا الغناء والطرب بصوت حسن ولا يمس الغرائز الإنسانية ولا يخدش في الفطر البشرية فيكون طيبا. نلاحظ الصبي الصغير الرضيع، أمه تسكته بهده أنها تعوده على غناء الأطفال. والطيور والبغائم أيضا تتعتر بحسن الصوت والنغمات الموزونة. وقديما قال الإمام الغزالي، قال لما قالوا له إن الغناء لهو ولعب، قال وكذلك الدنيا كلها لهو ولعب، ألم يقل الله تعالى إنما الحياة الدنيا لهو ولعب؟ فكل الحياة الدنيا لهو ولعب، لكن العلماء قالوا بأنه لا ينبغي أن نستكثر منه، لأن كما لا يستكثر من الدواء فليس كل غناء مباحا. فإذا كان الموضوع موضوع الغناء في مواضع متفقة مع آداب الإسلام وتعاليمه هنا يكون مباحا، أما إذا كان فيه قضايا متعارضة يكون مرفوض. مثلا الأغنية التي تقول الدنيا سيجارة وكأس، الدنيا سيجارة وكأس، طبعا هذا المضمون مخالف لتعاليم الدين، لأن الخمر رجس من عمل الشيطان، ولأن التدخين آفة تضر بالجسم والنفس والمال، فهذا كلام مرفوض. كذلك الأغنية التي تقول وتمجد صاحبة العيون الجريئة، يا صاحبة العيون الجريئة، طبعا هذا مخالف أيضا لأداب الإسلام، لأن ربنا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. كذلك الأغاني التي تمدح الظلمة، هذا أيضا مرفوض، لأن الإسلام ينهى عن الظلم ويعيب على كل من يسكت عن ظالم، فكيف بمن يمجدهم؟ فدائما ننظر إلى المواضيع من حيث الأداء. وإلا فإن هناك مجموعة كبيرة من الأغاني الدينية التي تبعث على الشوق وتزيد من الإيمان واليقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سوف نفتح خطوطنا الهاتفية أحبابنا في الله لكي نتواصل معكم ونتساءل حول قضايا الدين وأحكام الشريعة الإسلامية بما نزيد فيه في الإيمان. يقول وأرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا في الله، يسعدنا أن نستقبل مكالمتكم، ونبدأ بأول مكالمة من مراكش مع للا الكبيرة. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يحفظك ودي فيك وريب، الله يحفظك. أهلا أهلا بك للا، يا مرحبا. فرحانة والله، لا فرحانة من شدي التليفون ديالك واستقبلتني، فرحانة الله يعطيك الخير ودي فيك وريب، الله يفرحك. حفظك الله ورعاك للا، مرحبا. عندي الطنسي وبيتك الدعاء معايا لي، الله يرحم لك والديك. يا رب يا كريم. وراني فقيرة بغيت شي ساكن، الله يرحمك والدي، تعاون معايا عليه، الله يرحم لك والديك في هذا النهار تاع اليوم الجمعة. يا رب يا كريم لله، يا رب يا كريم، لا إله إلا الله. لالا الكبيرة، واخا إن شاء الله خلي الرقم تليفون على ربي سبحانه وتعالى، ولكن أول حاجة غنبداو بلالا الكبيرة، التونسيون له دواء الحمد لله، دابا مرض العصر، مرض السكري ومرض التونسيون هو مرض العصر، والدواء ديالو صار متاحا ومباحا وميسرا ومعروفا. ولكن الوصية
اللي كيوصوا بها الخبراء في نظام الصحة باش نحافظوا على السكري والطنسيون، وهو أن الإنسان يهدئ من روعه، أنه لا يضخم الأمور، لا يعظم الدنيا في نفسه، لا يشجر معه المشاكل ومصائب الماضي، لا يخاف من المستقبل، أنه يهدئ من روعه. كيقولي كالمتوا، حاول ما أمكن تكون ما أمكن هادئ. وهذا الهدوء نكتسبه عن طريق السجود، أسجد واقترب. لما أسجد لله كنسجد بهدوء وأقول يا ربي سجد لك عقلي، وسجد لك مخي، وسجد لك فؤادي، وسجد لك عصبي، وسجد لك عظمي، وسجد لك كل حياتي. سجودك لله تعالى لما تسجد كتحاول ما أمكن أنك تسلم أمرك إلى الله تعالى. ديك اللحظة راك توقع واحد الأنوار والإشراقات الربانية تعالج الجسد أثناء السجود. كذلك عند النوم، ملي كنعسو 6 إلى 8 ساعات في اليوم بالليل، قبل ما كنعس كنتوضأ وكنصلي ركعتين وكنقرأ ما تيسر من كلام الله، ثم أستقبل القبلة على الشق الأيمن وكندير دعاء التفويض. اللهم إني سلمت وجهي إليك، اللهم إني وجهت وجهي إليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. حينما أسلم أمري إلى الله عند النوم أش كيوقع؟ هذيك 6-8 ساعات تاع الليل تما كيوقع الريباراسيون، تما كتعود كتكون العملية ديال الإصلاح، بحال واحد الهيكل ديال السيارة أو ديال أي آلة من الآلات كندخلوها المركب وكتقوم بالإصلاح، العمال يصلحونها. هكذا في النوم يقوم الإصلاح، الكبد كتنقى، الأمعاء كتطهر، الدورة الدموية كتسرح، الجهاز التنفسي كيصعد وكيمشي، والروح تصعد إلى بارئها وتسجد لله أمام العرش، ثم تعود إليك في الصباح، تعود إليك وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. هذه الأمور اللي هي بسيطة جدا من العبادات، لكنها تساعد على الحفاظ على الصحة، كتخلق توازن ديال السكري وديال الطنسيون، وهي في الأصل ديالها تفويض وتسليم الأمر إلى الله، لأن ربنا عز وجل يظل يقول لعباده عبدي سلم أمرك إلي، سلم أمرك إلي. إذا سلمنا أمرنا إلى الله تعالى نرتاح، وربنا يرزقك حسن التدبير. فأسأل الله الكريم لله الكبير أن يشافيك ويعافيك ويداويك بفضله ومنه وجوده. وتستعني لله الكبير، خذي واحد الإناء ديال الماء، قرعه ديال الماء، قري فيها الفاتحة 7 مرات بنية الشفاء، وشرب داك الماء وراهو غادي يمشي ماء رقية مبارك بصوتك أنت، غادي يمشي في الذات ديالك وغادي يخلق لك نوع من التوازن في السكري، في ضغط الدم، في كل جوارحك، وربي غادي يشافيك ويعافيك. أما قضية السكنة فهذه مرتبطة بالرزق، والرزق موجود، ربنا عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض، وقد قال عن ذاته العلية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي حاجة بغيتها عنده الخزائن. والله تعالى طلب منا فقط أن ندعوه، يا رزاق ارزقني، يا كريم أكرمني، يا فتاح افتح علي. وربك عز وجل كل صباح عندما تشرق الشمس يوزع الأرزاق على العباد، يوزع على الجميع، على المؤمنين وعلى المشركين وعلى الكافرين وعلى الملحدين وعلى المنافقين، كل الخلق يرزقهم سبحانه وتعالى. أما إذا كنت أنت مؤمن وأنت مؤمنة، فربك إذا سمع صوتك تناجيه بالليل يا رزاق أرزقني، يا كريم أكرمني، يا جواد جد علي، والله وبالله وتالله يعطيك من حيث لا تحتسب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لله الكبيرة طريقة بسيطة غتستعملها إن شاء الله، وقريبا ستحصلين على سكن، وسكن في المستوى، هو أنك قبل أن تنامي بالليل اقرأي سورة الواقعة، لأن كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، أن من قرأها بالليل لا يمسه الفقر بالنهار، واللي يقرأها كل ليلة كل ليلة كل ليلة هي جاذبة للأرزاق، جاذبة للأرزاق. قبل النوم نقرأ سورة الواقعة، ونحرص نفيق ساعة قبل الفجر،
ساعه قبل الفجر نفيق ولو 10 دقائق غنفيق. علاش؟ لان ربنا عز وجل ينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من صاحب حاجه فاقضيها له. ليلة الكبيرة باغا سكنة غنصلي لله ركعتين خاشعتين، أنقول يا ربي وسع علي، أرزقني قبر الحياة، أرزقني سكن، هيئ لي من أمري رشدا. يا ربي إنني لا أحسن التدبير فدبر لي أموري، يا ربي إنني ضعيفة فارزقني من عندك. وسوف ترين العجائب، ترين العجائب أن الله تعالى يسوق إليك أجود وأنبل وأطيب الخلق، ويتم التوفير السكن وتوفير الرزق الوفير. وهذا الكلام ليس كلام خيالي ولا طباوي، هذا كلام واقعي نعيشه باستمرار مع كثير من الناس كانوا ضعفاء وكانوا محتاجين، وكان منهم من يريد أن يهاجر خارج أرض الوطن كيقول لك هذه الأرض ما عطتنيش، كنقول إلا أنت ما عطيتهاش. يقول ليش غندير؟ قلت لي الديار ديال الله تعالى. أبسط الأشياء هو أن الإنسان يدعي ربنا عز وجل ويستغيث به وسوف ترى العجائب. والله من ذكرت لهم هذه الأمور عدد الأحباب صادقين إلى أغناهم الله. هناك من صار الآن غنيا كيقول لي ما عرفش رزق ولا كيصب علي بحال الشتا، ولا فيما كيتوجه إلا وكيلقى الرزق بين يديه، فيما دق شي باب كتفتح لي الأبواب، لا دخل شي بيع أو شريا كيكون هو من الرابحين الأوائل. واحد الشابين كانوا كيبيعوا السمك وكانوا كانوا عاطلين عن العمل، عاطلين عن العمل وخريجين عندهم الإجازة وكيقلبوا على عمل في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص، وسمع مني هذا الكلام وقال لي غنطبقوا بصدق ويقين. مشاو لسوق السمك، مشاو الديكي، بداو كيبيعوا يشريوا. بعد سنتين صاروا هما رقم 2 من اكبر الاثرياء ديال سوق السمك. صاروا من كبار الناس اللي يصدروا ويستوردوا في ظرف سنه واحده، ولكن كانوا يواظبون كل ليله يقرؤون سوره الواقعه، وقبل الفجر بساعة يقومون ويصلون ركعتين ويطلبون من الله الإعانة والمدد. وسبحان الله أكرمهم الكريم آخر كرم، فأسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولكم أجمعين أبواب الرزق الحلال، وأن يجعلنا نصرف هذا المال فيما يحبه ويرضاه. وأسأل الله أن يشافي الجميع ويبارك في الجميع ببركة النبي الشفيع. آمين آمين يا أكرم الأكرمين. ونأخذ مكالمة أخرى من مراكش مع ليلة فاطمة. السلام عليكم سيد الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك يا سيد الحاج. يا مرحبا ليلة. سيد الحاج الله يجازيك بخير، أسألك الدعاء. واحد الأخت ديالي الله يجازيك بخير كتعاني من واحد المسألة. لا إله إلا الله. هذا المسألة سيد الحاج كان عند الأم ديالي من كانت فاش كانت في الشباب ديالها تتحمل بينا وتقول أن هذا المسألة يعني بحال تحول لينا حنا. لا اله الا الله. مسكينه عندها العكس تزوجت جوج المرات وما تيكملش ليها الزواج والعمل، فاش ما دارت يديها حتى حاجه ما كتخرج ليها وكتعاني. مسكينه كتقول انها كتحس شي حاجه في الجسد ديالها وشي حاجه كتهضر معاها، ايها لله تهضر مع داك الشيء بدون شعور واخا ما كتشوف والو. ايها لله ايها لله لا اله الا الله. واحد دعوه خيره سيدي يا ربي لاله فاطمه. ما كدا 30 سنه وما سهلش ليها الله الزواج. كنت بقول من يا ربي خيرك سيدي الحاج يا رحمن يا رحيم. شكرا رب فضلك تعرفت على قيام الليل. الله واخا قريت في المدرسه ما قريتش الدين، ما قريتش الدين، وراه كندعي معاك الله سبحانه وتعالى بالصبر معنا وبالقوه، وراه كنتمنى لك خير خلف الولد ديالك، خير خلف كنتمنى لك. اللهم امين لله، اللهم امين لله فاطمه، الله يحفظك لله. اللهم غير سيدي الحاج ليا وليها راه كنعاني بهذا المس. كتقول الام الله يفرج عليكم، احنا عمرنا ما جئنا لا العراف ولا الراقي، كنقول الله سبحانه وتعالى كتقول ان ونعم بالله ما فرقش. يا رب يا كريم يا رب يا كريم الحاج الله يجازيك بخير. الرزق ده يا رحمن الرحيم وتعالى. كتبوا لك واحد الدعوه وكاع الناس يقولوا امين. الله يجازيك بخير يا رحمن يا رحيم. بارك الله أم هاني الله يجزيك بخير. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم. جزاك الله ألف خير لالة فاطمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحالة دي الأخت لالة فاطمة كيف سمعتوا أنك تسمع أصوات كيوقع لها ما كيوقع، ربما بعض الناس لا يؤمنون بأن هناك شيء اسمه المس، ويعتقدون أن هذا حسب تفسير علم النفس
كيعتبروا بأنه عبارة عن انفصام في الشخصية، كاللي كيسميه دوبل بيرسوناليتي، عنده ازدواجية في الشخصية، أنه كيتكلم مع نفسه وهذا مرض نفسي وخصو علاج وخصو كذا وخصو كذا. أي نعم كاين هذا وحده، هذا مرض نفسي من نوع خاص، لكن ما قالته فاطمة فعلا هو من المس، وهذا المس راه كيكون عمره مديد وطويل، لأنه كيقدر يعيش 1000 سنة 1500 سنة، وهذا المس كيقدر يتنقل ويكون وراثيا، كيقدر يكون في الجدة وينتقل من الأم ومن الأم ينتقل للحفيدة، كينتقل من الواحد لواحد لأنه عمره طويل، سكن تما وارتاح، خصوصا إلى مشى للرحم، كاين بعض النساء كيمشي لهم الرحم وتما كيستقر، عنده مقر سكن كيدخل ويخرج، لأنه هو إلى بغى يبان ضخم يقدر يتطاول 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 حتى يصير مثل ناطحة السحاب، وممكن يتضاءل 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 حتى يدخل من ثقب إبرة، وكيدخل عادة كيعشق هو يدخل أجسام النساء كيعشقها، لأنه هو كيعيش في البحار، أن الجن معروف أنهم كانوا قبل الإنس، قبل أن يخلق الله تعالى آدم وحواء كان قد خلق الله الملائكة وخلق الجن وأفسدوا في الأرض، الجن أفسدوا في الأرض، خلقهم الله أول قبل من نحن البشر، خلقهم وعطاهم الله النعيم وعطاهم الله الصلاح، لكنهم أفسدوا وظلموا، وحينما أراد ربنا أن يخلق بشرا قال الملائكة إني خالق في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، بماذا علم الملائكة بأن هذا البشر سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ لأن التجربة التي كانت عند الجن قبل الإنس كانت طغى عليها الفساد وطغى عليها الظلم ودمروا وخربوا، وبالتالي غضب الله عليهم وفرقهم في الفيافي وفي البحار وفي الصحاري وفي الأماكن المظلمة، رماه عقابا لهم، رماهم الله تعالى. لكن لما جاءت بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الله تعالى فتح للجن باب التوبة، ونزل قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالغالب على هؤلاء الجن منهم من فيهم الصلاح ومنهم من فيه الفساد، اللي هم علويين فيهم الصلاح، فيهم العباد، فيهم أهل القرآن، فيهم الحجاج، فيهم المعتمرين، فيهم الدعاة، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، هادو العلويين. وكاين السفليين، السفليين هادو الأشرار، هادو كيحبوا الشر ويسفكوا الدماء ويظلموا وكيتعدوا، وكيكون شي واحد هربان من محكمة الجن، هربان منهم ديال شي زبلة كبيرة مصيبة كبيرة، فين كيتخبى باش ما يوصلوش ليه؟ كيتخبى في أجساد النساء، لأنه هو كيكون غوشير شي من طرف عالم الجن، ولا لقاوه كيبغي ينزلوا بأشد العقوبة، فكيحرق كيهرب، فين كيمشي؟ كيمشي للرحيم ديال المرأة، لأن تما ما كيقدروش يقلبوا عليه، وكيبدا يعذب ديك المرأة، كيبدا يعذبها، وهو كيعيش طويل، كيعيش 1000 سنة 1500 سنة، فقد يكون في الجدة ثم ينتقل إلى ابنتها ثم ينتقل إلى حفيدتها، وكيبقى ينتقل من الواحد لواحد. الطريقة المثلى للعلاج لالة فاطمة هي ماذا قال النبي الكريم؟ هذه الطريقة العظيمة في العلاج، طريقة المثلى، لأن العلاج مراتب، كاين المرتبة الأولى والثانية والثالثة، لكن خليني نقول لك لالة فاطمة المرتبة العليا في العلاج ما هي؟ هي ممن قال فيهم النبي الكريم أن 70 ألفا من البشر يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. سيدنا النبي كيبشر بدخول الجنة وقال أن 70 ألف من أمتي، مع أن الأمة فيها الملايير ديال البشر عبر التاريخ، راه ملايير ديال الملايير إلى قيام الساعة، لكن 70 ألف فقط يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هذا أعظم وأرقى مراتب العلاج، الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ملي يتصاب الإنسان بهذا الأمر هذا ما يبقاش يقلب على أصحاب الرقية أو يقلب على
أنه يتوكل على الحي الذي لا يموت، أنه يسلم أمره إلى الله، أنه يفوض الأمر إلى الله، ولا يعود يبقى تائه بين الناس. كيتلقى العشرات ديال الرقات كل مرة من واحد واحد، كاين الرقات الصالحين الطيبين الطاهرين، وكاين الله يسترنا ويستركم اللي هما كيديروا أعمال لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان الصادق هو أنه يحرص على أن يتوكل على المولى الحي الذي لا يموت. فلالة فاطمة نطلب الله سبحانه وتعالى، وحنا في هذا المجلس معنا المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات، وحنا كنديروا الدعاء الجماعي والتأمين الجماعي، الدعاء والتأمين كل واحد يدير بنفسه، ليس هناك واسطة بين الله والعباد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل إني قريب، فإني قريب، نفي الوساطة بين الله تعالى وعباده. لكن نحن في هذا البرنامج كنكون مجتمعين كنديروا ما يسمى بالدعاء الجماعي والتأمين الجماعي، لأن من شأنه أن كيجعل الدعوة كتصعد إلى بارئها. حتى لو كان عندنا موانع من استجابة الدعاء ربنا يجاوز عنا، لأن الدعاء قد تكون عنده موانع. من يأكل الحرام هذا مانع من استجابة الدعاء، من يقطع الرحم هذا مانع من استجابة الدعاء، من يخبئ في قلبه كراهية للناس هذا مانع من استجابة الدعاء. لكن إذا كنا مجتمعين أكثر من 40 نفر حتى ولو بتوفر هذه الموانع فإن الله يستجيب. فنطلب الله سبحانه وتعالى العلي القدير، اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، هذه الشريفة للا أم هانئ، إنها أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك، تشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. يا رب إنك ترى مكانها وتعلم حالها وتسمع كلامها، ولا يخفى عليك شيء من أمرها، وقد أصابها ما أصابها. اللهم يا رب العالمين اصرف عنها هذا الخبث والخبائث، اصرف عنها هذا القرين، اصرف عنها هذه الروح الشريرة. اللهم نقيها منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلها منها بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل بينها وبينه حجابا مستورا لا تراه لا من قريب ولا من بعيد، اللهم وهيئ لها من أمرها رشدا، اللهم وعوض خيرا مما ضاع، وارزقها القبول، ومتعها بالصحة والعافية، واختر لها الزوج الصالح، وارزقها الحياة الطيبة الهنيئة، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم كل من قال آمين وارزقه ما يتمنى عليك، فقولوا جميعا آمين. آمين آمين يا رب العالمين. ونتحول إلى إقليم وجدة، معنا للا نعيمة. السلام عليكم أمي كريمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف داير أمي كريمة؟ بخير، كل شيء أمور هانية الحمد لله. بنتي بارك الله فيك، الله يحفظك ويرعاك. لا يخطيك أمي كريمة، باش كدي مع باك احنا مرض بالسرطان وتبرى وفرحنا كاملين، ولات لنا سرطان عاود للصدر. الله أكبر، لا إله إلا الله. باش كدي معاها أمي كريمة؟ يا رب بإذن الله بنتي، بإذن الله. شكرا لله، الله يشافي وعافي. تا انا يترون شاقلي وبغيت غير انا كنغي نخدم باش نعاونها ولا شي حاجه وخرج من قرايتي باش نسمي سم كان امي كريمه باردون قلت شو السرت لا اله الا الله خلينا حيت راني نهضر معاك. سمح لي. العفو بنتي نائمة، العفو بنتي. الله يصلحك، الله يصلحك يا بنتي، الله يفتح لك باب الفرج، الله يفتح لك باب الرزق، الله يفتح لك باب السعد يا رب. وصبري مع الوالد، صبري معاه، وان شاء الله تعالى ان الله مع الصابرين. هذه الأمراض الخطيرة، السرطان وغيرها، هذه لا يعطيها الله لأي كان، هذه يعطيها لمن أراد الله تعالى أن يرقيه في الجنة، لأن الجنة مراتب عليا بعضها فوق بعض، وكين بعض المراتب العليا لا يدركها الإنسان لا بصلاته ولا بصيامه ولا بحجه ولا بعمرته ولا بإحسانه ولا ببره، وخيدر ليدر ما يوصلش لها، كيوصل لها فقط بالصبر على البلاء. ومن بين البلاء الأمراض والأسقام والعلل، وأخطرها هذا المرض ديال السرطان. العلاج ديالو هو أن الإنسان يستعمل العلاج المطلوب عند الأطباء، ولكنه يتمسك بحبل الصبر، الصبر. وقد حكى لنا القرآن العظيم عن نبي من أنبياء الله تعالى، وهو سيدنا أيوب عليه السلام، كيف أنه أصابه الله بسرطان. وهذا السرطان مش عقابا له، بل بالعكس أراد ربنا أن يقيم به التحدي. جاء إبليس وقال له يا ربي إن عبدك أيوب يعبدك لأنك أعطيته الصحة
وعطيتي 7 من الأولاد وعطيتيه المال الوفير والتجارة الناجحة وعطيتيه الحظوة بين الخلق والمرأة الجميلة، أعطيتيه كل خير ويعبدك، فلولا ابتليته فقال له الله تعالى يا إبليس إن عبدي أيوب قلبه من جوهر يعبدني لأنه صالح سواء أعطيته أو منعته. فقال لي إبليس يا ربي ابتليه حتى أراه، ابتليه. فابتلاه الله تعالى بأولا بفقد أولاده، أعطى الله ابتلاء فقدان الأولاد من أكبر المصائب. فكان أيوب مع كل هذا يقول يا ربي لك الحمد والشكر، أنت تفعل ما تشاء وتحكم في خلقك كما تريد. فجاء إبليس قال يا ربي زده بلاء، فأصابه كساد في تجارته، من اللي ماتوا لأولاده ما بقى يقدر يخدم، ما بقى يقدر يتعب، فأصابه الكساد وتراكمت عليه الديون. وكلما أراد أن يصلي يأتيه إبليس ويقول يا أيوب هل هذا رب رحيم، هل هذا رب كريم، أخذ أولادك وأكسد تجارتك وفعل بك كذا وكذا وكذا. فكان أيوب يقول يا ربي أنت تفعل ما تشاء وتحكم في خلقك كما تريد، وكان يتمسك بحبل الصبر. ثم جاء إبليس قال يا ربي زده بلاء، فأصابه بمرض خطير، مرض سرطان، جسمه صار يتفتت من الدرجة الثالثة الخطيرة. ومع ذلك كان أيوب صابرا محتسبا، وجاء إبليس يقول يا ربي زده. جميع المصائب طرت لسيدنا أيوب حتى قال لي يا ربي زده، قال لقد أخذت كون منه كل ما يحتج به ويفرح به، أخذت منه أولاده وماله وصحته، قال لي يا ربي خذ منه سمعته، السمعة، لأن سيدنا أيوب كان عنده سمعة طيبة بين الناس. فإذا بدأت كتروج الشائعات أن أيوب شرير وأنه كان عاصي لله وأنه كان عاق بوالديه وأنه كان يأكل مال الحرام وأنه كان يتظاهر بالصلاح في الظاهر ولما يخلو يفعل الفواحش فعاقبه الله وصارت السمعة ديالو سيئة، ومع ذلك سيدنا أيوب بقي صابرا محتسبا. وربي عز وجل في الختام غادي يعطيه العلاج بعد أن تبين صبره وتأكد صبره وأقام الله الحجة على إبليس على أن أيوب سواء أعطاه أو منعه فهو في الحالتين قلبه معلق بربه. قيل لبت 17 سنة، وسيدنا أيوب هكذا في هذا الوضع، ومن اللي بغى ربي حن عليه قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وقال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وبعد ذلك ربي عز وجل قد يقول له أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، وقد يعطي الله ماء رقية، ماء فيه 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 رحمة، قد يغسل به ويشرب منه وترجع له الصحة دياله كاملة. وأصلحنا له زوجة، حتى الزوجة دياله كانت صارت مسنة ومريضة أصلحها الله تعالى، ومثلهم معهم قد يعطي الله تعالى 7 الأولاد زائد 7 البنات، لأنه غادي يرجع للشباب ديالو هو والزوجة ديالو، وغادي يولدوا 7 الأولاد اللي مشاو ليه زائد 7 البنات أعطاهم الله هدية فوق منهم ومثلهم معه. وكانت عنده فقط واحد الخلشة ديال الشعير أصابها بلل من السماء، لما افتح الخلشة وجد أنه صارت عبارة عن ذهب ولؤلؤ، وصار غنيا وعاد إلى قومه بصحة وعافية وأولاد وزوجة ومال وسمعة، فعلموا أنه نبي الله أيوب وسمعوا دعوته وخنس إبليس. خنس إبليس. قصة أيوب قصة طويلة ذكرها الله في القرآن العظيم، مفادها أن الإنسان يصبر. اصبر أيها الإنسان وأنت في حياتك الدنيا تتعرض للبلاء، تتعرض للظلم، تتعرض للأذى، تتعرض للفقر، تتعرض للمرض، تتعرض للسمعة، تجريح السمعة. كل هذه المصائب لك أن تواجهها بسلاح واحد لا يقهر، ونتيجته مضمونة. هذا السلاح هو سلاح الصبر، إن الله مع الصابرين، حتى إن الله تعالى قال بأن صبر أهل الجنة على صبر أيوب، على صبر أيوب. فكنطلب الله سبحانه وتعالى بنتي نادية الله يصبر الوالد ديالك ويعطيه القوة ويعطيه اليقين ويعطيه الصلاح ويشفيه مولانا من كل داء وسقم وعلة. ونطلب الله تعالى جميعا في هذه الساعة المباركة، هذه الساعة اللي ربما هي ساعة إجابة، ونقول اللهم يا رب العالمين
يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان يا عظيم الشان، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم يا رحمن يا رحيم يا عظيم يا كريم يا حي يا قيوم، اللهم اشف منا كل مريض وسقيم وعليل. اللهم بحق قولك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور. اللهم يا عفو يا غفور بحق الطور وكتاب مستور، اشف منا كل مريض وسقيم وعليل. رب الناس أذهب الباس، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، نعوذ بك من سيء الأسقام، نعوذ بك من الأمراض، نعوذ بك من الشر كله. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك اللهم يا رب العالمين فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. نسألك اللهم يا رب من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. يا رب احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وجسدا فيه شفاء من كل داء وسقم، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا رب العالمين احفظنا جميعا بالسبع المتان والقرآن العظيم. اللهم ارفع درجاتنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم أمن أوطاننا، اللهم كتر خيراتنا، اللهم رخص أسعارنا، اللهم أمطر علينا أمطار الرحمة، اللهم أمطر علينا أمطار البركة. اللهم يا رب بحق الشيوخ الركع، وببركة الأطفال الرضع، وببركة البهائم الرتع، أمطرنا يا رب أمطار الخير، أمطر علينا أمطار الخير. أيها الأحباب الكرام جميعا نقول اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.